كان زمان عندنا عادة وكل حاجة ليها حاجة. بواقي الأكل نسميها النعمة، تاكلها الطيور والحيوانات. بواقي الحيوانات سماد للأرض، تطرح لنا الأكل والزرع. سعف ونخيل يبقى سبت وحصير. والبرطمان ده يلف البيت أيام وسنين، وله ألف استخدام. ده اللي بنسميه دلوقتي إعادة تدوير، كنا بنعمله زمان من غير ما نعرف اسمه. بينا عادة واللي في ايدينا بزيادة، للنعمة طول والأرض نصون، فرحنا حلو وبزيادة. بده كان ده عرفنا الاسم بس نسينا العادة، وآن الأوان نرجع الحلو من أيام زمان. الهواء، الأرض، والزرع، ومستقبل ولادنا. محتاجين عاداتنا ترجع من تاني، وبكرة هو نتيجة عاداتنا النهاردة. الستات أثبتوا إن التغيير ممكن بطرق ذكية وبسيطة. هي بسيطة بس هتفرق على الخريطة.